برج العذراء رجوع للماضي او اصلاح، يعني ممكن يكون حد كان عامل مشاكل. يا جماعه ده توقعات اسبوع واحد مش شهر، مش الشهر، مش شهر السبعه كله بالظبط. رجوع حاجه من الماضي او اصلاح لناس كتير بيفكر يعمل حاجه، تجديد في البشره، قص شعر، هيعمل حاجه جديده برج العذراء الست. والراجل معرفش هيعمل ايه، بس ربنا يستر عليه. ربنا يستر عليه. عايزه اقول اسفه، هيكتشف خيانه، خيانه بقى من صديق لصديقه، من صديق لصديق، المهم هيكتشف خيانه. ده العذراء الراجل؟ يا هو يكتشف، يعني العذراء الراجل، يعني العذراء الراجل هو اللي هيكشف خيانه او هي ايا كان بقى هنا، او هيتكشف، او يعني هي هو في الحالتين في خيانه في الموضوع، او في الحالتين هو هيتظبط يعني.